بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا في كل مكان، اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير، واحييكم في درة ميادين الخليج ميدان الشحانية وفي هذا المحلية الثالث، ومع سن الكبار اذا اعلنت انطلاقة الشوط الثاني عشر المخصص لسن الزمول. المسافة هي 6 كيلومترات. نبدأ بداية الى من يحتل المركز الاول. المركز الاول اتابع هنالك الانطلاقة في هذه الاثناء لحظات، ونوافيكم بهذا المنطلق والاسم المتواجد مع مقدمة الشوط. بينما المركز الثاني اتابع هنالك الانطلاق، هكذا هو شعار بن برقان، يتقدم الاسماء ويحتل المركز الاول. بينما المركز الثاني كذلك هنالك شعار بن مهيره يتقدم مع المركز الاول، يتقدم هنالك ليتسلل في هذه الاثناء. هنالك هملول سعيد بن سالم بن مهيره يتقدم الى المركز الثاني. بينما المركز الثالث اتابع هنالك مثير محمد بن راشد بن علي المعضيد يتقدم الى المركز الثالث. بينما المركز الرابع كذلك اتابع المنطلق على رابع المراكز من حضر الفائز علي بن محمد بن ناصر البريد، وكذلك تسلل في هذه الاثناء وانطلق بهذا الانطلاق الكبير، وحضر هنالك شاهين البراق بن راشد بن مبارك. ابو سعيد الخيرين ينتقل الى المركز الثالث، ينتقل الى المركز الرابع. بينما خامس المراكز اتابع التسلل والحضور في هذه الاثناء، هنالك شاهين مشلش بن سعيد بن محمد الخيرين، هكذا هو ندانا الاول لهذه الاسماء الحاضره ولهذه الشعارات الرنانه، شعارات ابناء القبائل يتواجدون ويتحركون هنالك مع هذا السن، سن الكبار. بينما العوده الى مقدمه الشوط، العوده هنالك الى شعار بن مهيره احد الاسماء الكبيره، احد الاقطاب الحاضره والمتواجدة، ينتقل الى المركز الاول ويحتل الصدارة ليقدم لنا هملول سعيد بن سالم بن سعيد بن مهيرة كذلك مقدام، وشعار صارم ينتقل هنالك الى المركز الثاني. محمد بن بخيت بن برقان ينتقل هنالك الى ثاني المراكز ليقدم لنا هذا البطل المتواجد مقدام. بينما ثالث المراكز اتابع هنالك مثير محمد بن راشد بن علي المعاضيد ينتقل هنالك وينطلق الى ثالث المراكز. بينما رابعا حضر هنالك شعار، حضر هنالك شاهين البراق بن راشد بن مبارك ابو سعيد الخيرين هنالك مع رابع المراكز. وخامسا اتابع الانطلاق والحضور والتواجد في هذه الاثناء من قبل شاهين مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين، هكذا متابعينا في كل مكان عبر القنوات الناقلة تتابعون وإيانا هذه الأسماء وما قبل الخمس. شكرا لمخرجنا هنا، لمخرجنا أبو شارب من ينقل لنا هذا الإبداع والتميز في هذا الصباح. هكذا هي بنوك الإنتاج وفحول المستقبل والشعارات الحاضرة والأسماء المتواجدة، وبن مهيرة ما زال هو القائد لهذه المسيرة، المتحكم بقبضة الصدارة، المتبوأ لهذا المركز، لهذا الموقع المحبب لدى الجماهير وكذلك لدى المشاركين. هكذا هو هملول، هو القائد لهذه المسيرة. لسعيد بن سالم بن سعيد بن مهيرة يتقدم الأسماء، وكذلك مقدام محمد بن بخيت
بن برقان يتقدم إلى ثاني المراكز، بينما نقلتنا والدور دور المركز الثالث ليتابع هنالك الحضور والانطلاق من قبل مثير. ينطلق هنالك مثير محمد بن راشد المعاضيد والمركز الرابع، يتواجد هنالك شعار الخيارين ليدفع لنا بشاهين البراق بن راشد بن مبارك أبو سعيد الخيارين مع المركز الرابع، بينما خامس المراكز تابع هنالك الحضور والتواجد من قبل من حضر هنالك على خامس المراكز، ومن اندفع يتواجد هنالك الفائز علي بن محمد بن ناصر البريد. هكذا هي الأسماء الحاضرة للمرة الثالثة، وما زال بن مهير ما زال هو الماهر في هذا الشوط، هو المتألق في هذا المسار، هو المبدع في هذا المسار، يقدم لنا هملول بهذا الأداء الكبير مع سن الكبار ومع تواجد الخبراء، فهو الخبير في هذا الشوط، هو الذي أبدع وتميز حتى هذه الأثناء مع تقدم هملول. بن مهيرة أحد الأسماء الكبيرة، بن مهيرة يتألق حتى هذه اللحظات، مقدم لنا شعاره مع المركز الأول سعيد بن سالم بن سعيد بن مهيرة يتقدم الأسماء، بينما المركز الثاني أتابع من ينطلق على ثاني الأسماء، من يتقدم على ثاني الأسماء، يتحرك هنالك مقدام محمد بن بخيت بن برقان الصارم يتقدم إلى ثاني المراكز، فارق ما بينه وما بين بقية الأسماء، وكذلك مثير ينطلق إلى المركز الثالث محمد بن راشد العلي المعاضيد، وأتى هنالك شاهين. شاهين ينطلق هنالك إلى المركز الرابع، يقدمها البراق بن راشد بن محمد أبو سعيد الخيارين، يقدم لنا شعاره يا البراق بن راشد بن مبارك أبو سعيد الخيارين، وتحرك شعار البريدي واندفع في هذه الأثناء ليحضر هنالك بالفائز علي بن محمد بن ناصر البريد، ينطلق بوصوله الكبير ويندفع بهذا الحضور إلى وسط المعركة، ينتقل انتقال كبير مع شعارك يا البريدي إلى المركز الرابع. هكذا مرارا وتكرارا لهذه الأسماء، لمن هذا الشوط من هؤلاء كذلك حضر في هذه اللحظة. علي بن عبد الله بن محمد بن علي المهندي ينتقل هنالك ويتواجد، هذا الشعار الكبير الغني عن التعريف، بينما العودة إلى مقدمة الشوط حافظ يا بن مهيرة، وإلا قد وصلت الأسماء الكيلومتر الأخير الكيلومتر الكبير. كان الله بعونك يا مالك هملول، حضر في هذه اللحظات مقدام وانتقل الصارم بانتقالته الكبير إلى المركز الثاني المركز الثالث، هنالك مثير المعاضيد إلى المركز الثالث، وكذلك تحرك الفائز ووصل شعار البريدي إلى وسط المعركة. بدأت المعركة تحلو وحضر مهلي في هذه الأثناء، وانتقل إلى المركز الرابع علي بن عبد الله المهندي إلى المركز الثالث. هكذا هي الأسماء الحاضرة، 600 متر الأخير ما زال هملول بن مهيرة يتقدم، قدموا الأسماء، فحضر في هذه اللحظات مقدام وتقدم في اللحظات الأخيرة محمد بن بخيت محمد بن بخيت بن برقان، وكذلك أتى هنالك مهلي وانطلق إلى ثالث الأسماء علي بن عبد الله المهندي، بينما هملول ما زال يتحكم بقبضة الصدارة والعصا بالأبطان والتحركات تلقائية مع شعارك يا بن مهيرة. سعيد بن سالم بن مهيرة هو السعيد حتى هذه اللحظات، ما لم يكون لابن برقان رأي آخر في هذا المسار، في هذا المسار الخطير، في هذا المسار الملتهب ما بين بن برقان وكذلك بن مهيرة، ولكن الناموس والانتصار مع شعار بن مهيرة، من أحكم قبضته بهذا المسار وتحكم بهذه الانتقالة وحقق الفوز والانتصار. تهانينا تهانينا لمالك هملول سعيد بن سالم بن مهيرة، المركز الثاني حضر مقدام محمد بن بخيت بن برقان، وكذلك المركز الثالث
ثالث المراكز حضر هنالك مهلي ليكون هو المركز الثالث، علي بن عبد الله المهندي المركز الرابع. بينما تهانينا تهانينا والناموس هنالك لمالك هملول سعيد بن سالم بن مهيره من حقق هذا الفوز وهذا الانتصار بكل جداره وبكل استحقاق. التوقيت الزمني 10 دقائق و13 ثانيه و62 جزءا من الثانيه. تهانينا لك يا بن مهيره على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. كذلك هنالك مقدام محمد بن بخيت بن برقان على المركز الثاني، التوقيت الزمني 10 دقائق 15 ثانيه و28 جزءا من الثانية. تهانينا لك يا بن برقان على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. بينما أتى مع ثالث المراكز مهلي علي بن عبد الله المهندي مع ثالث المراكز، التوقيت الزمني 10 دقائق و18 ثانية و46 جزءا من الثانية. تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. كذلك أتى هنالك مع رابع المراكز الرهيب منصور بن فيصل العجب الشهواني المركز الخامس، أتى مع خامس المراكز مقطي عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك العبد الملك. هكذا هي